وقهرتونا بالشعارات، قهرتونا بالشعارات. راه ما كنسمع والو، والصايمين ما كنسمعوا والو. وقهرتونا بالشعارات، وزدتوا حتى الخطابات، ملي جينا للحصيلة، واش لقينا في الحصيلة؟ زيرو في الحصيلة. واش لقينا في الحصيلة؟ زيرو في الحصيلة. والمسطرة المدنية، المسطرة المدنية، ومهزلة قانونية، ومهزلة قانونية، والمسطرة المدنية، المسطرة المدنية، ومهزلة قانونية، ومهزلة قانونية، والمهزلة والمسطرة الجنائية، وانتكاسة حقوقية، والمسطرة الجنائية، والمسطرة الجنائية، وانتكاسة حقوقية، وانتكاسة حقوقية. وقهرتونا بالشعارات، قهرتونا بالشعارات، وقهرتونا بالشعارات، قهرتونا بالشعارات، وزدتوا حتى الخطابات، وزدتوا حتى الخطابات، وقهرتونا بالشعارات، قهرتونا بالشعارات، وزدتوا حتى الخطابات. ملي جينا للحصيلة، ملي جينا للحصيلة، واش لقينا في الحصيلة؟ واش لقينا في الحصيلة؟ زيرو في الحصيلة. غير الكراسة والطاولة، ملي لقينا في الحصيلة؟ زيرو في الحصيلة. واش لقينا في الحصيلة؟ زيرو في الحصيلة. واش لقينا في الحصيلة؟ الكراسة والطاولة. وشكون اللي تكلم وين احنا سكتنا؟ العدالة تتألم وين احنا سكتنا؟ شكون يتكلم وين احنا سكتنا؟ المغرب يتألم وين احنا سكتنا؟ شكون يتكلم وين احنا سكتنا؟ العرب يتألم وين احنا سكتنا؟ يا محامي ناضل اجل الحرية، ناضل اجل الحرية، ناضل اجل الكرامة، ناضل اجل الكرامة، ناضل اجل المساواة، ناضل ضد الاستبداد، ناضل ضد الاستبداد، ناضل ضد الفساد، ناضل ضد الفساد، ناضل ناضل يا محامي، ناضل ناضل يا محامي، ناضل اجل الحرية، ناضل اجل الكرامة، 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 ناضل يا محامي، ناضل يا محامي، ناضل اجل الحرية، ناضل اجل الحرية، ناضل اجل الحرية، ناضل اجل الحرية، ناضل كل شيء فايتو، كل شيء كل شيء شرط النصر، كل شيء شرط النصر. إنما يقلقنا ويشغل بالنا رئيسا ومكتبنا في جمعية هيئات المحامين بالمغرب هو وضعية التشريع ببلادنا المتسمة بالتراجعات والتناقضات، كما هاجسنا ما تعانيه المحاماة من معيقات وما تتعرض له من هجوم غير مسبوق وغير مفهوم، من خلال الإعداد في مرحلة أولى لمشروع قانون المسطرة المدنية الذي كسر عدداً من المبادئ التي تقوم عليها النظرية العامة للقوانين الإجرائية، ونسف عدداً آخر من المكتسبات بكثافة عالية من الاختلالات والخروقات والتناقضات. واتضحت معالم الاعتداء على المحاماة لدى الرأي العام المهني من خلال ما أصبح المحامي يعانيه من أسباب التضييق ولما يروج له داخل بعض مؤسسات الدولة في غياب التقييم الحقيقي والمسؤول أوضاع مهنة المحاماة التي لم تحظى بما يليق بها ويليق برسالتها الإنسانية والمجتمعية والحقوقية، في ظل ما يعرفه المغرب من أسباب النمو والتطور والنماء، وفي ظل المفهوم الجديد للعدالة الذي لا يترجمه إلا تشريع رصين بقضاء مستقل ودفاع قوي حصين. إن مشروع قانون المسطرة المدنية الذي صوت عليه مجلس النواب قد أحيل على مجلس المستشارين الذي سيبدي رأيه فيه في القادم من الأيام،
وإنه مشروع، ولئن تضمن بعض المقتضيات الجيدة والمقبولة، وهذا من باب أننا لا نقصد تبخيسا ولا تيئسا، فهو غير متجه نحو تقوية وتعزيز ضمانات المتقاضين وحقهم في الدفاع والولوج السهل الميسر والمتبصر للعدالة، بقدر ما ارتكزت هندسته وأهدافه على ضبط الولوج إلى العدالة وتقليصه والسرعة في إنتاج الأحكام، وبمنطق يفهم منه أن الغرض من إعداد المشروع هو تصفية المتخلف من القضايا والحد من عدد قضايا المواطنات والمواطنين الذين يلجون العدالة، دون استحضار المبادئ الكبرى التي يجب مراعاتها في مثل هذا القانون الذي يعمر حقبا من الزمن وكونه من ضمانات التقاضي للمواطن، ودون استحضار إمكانية مواجهة المتخلف بأساليب أكثر مرونة وفعالية، وبما يحافظ على الجودة والأجل المعقول البت في القضايا، ولا يمس بالمكتسبات والحقوق الدستورية كمبدأ المساواة والحق في التقاضي، وهي قضايا تهم المواطن بالدرجة الأولى وتهم حقوق المتقاضي، علما أن أسباب البطء والتعقيد والهشاشة في مجال العدالة لا يتحملها القانون وحده، وإنما هي راجعة إلى أسباب أخرى كثيرة ومعقدة ومتنوعة، أهمها العامل البشري والحرص على قيم ومقومات مهنتنا والدفاع عن المهنة وقضايا العدالة والمواطن والوطن. فالمحاماة عالم متنوع مرت عبر تاريخها في كل بقاع العالم من أزمات مختلفة، وكلما كانت الأزمات كبيرة عسيرة ومعقدة كلما زادت المحاماة قوة وتماسكا ووحدة وتصلبا. وقد علمنا التاريخ أنه كلما اتسعت رقعة الفساد كلما انتزع دور الدفاع الحقيقي واعتدي عليه. في يومكم هذا أدعوكم للصمود والنضال وراء مؤسساتكم المهنية، أدعوكم لعدم الاستسلام، ندعو الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها عما يحدث في مجال التشريع من نسق غير مسؤول وغير مراع لمكتسبات الوطن والمواطن في مجال الحقوق والحريات، وما يحدث للمحاماة من تهميش واعتداء على مكانتها وموقعها وأبنائها وبنيانها. ندعو الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها عما ينغص الإدارة القضائية والاستهلاك غير المبرر للانتقال الاستراتيجي للبلاد، وندعوها إلى تحمل مسؤوليتها عن الفواجع التي تشوه صورة البلد. والحكومات مشات وجات، وندعوها إلى رفع ضغوطاتها
على المحاميات والمحامين، ووقف الاستهداف الذي انكشفت خيوطه بالواضح المكشوف. ندعو المحاميات والمحامين إلى التقيد الصارم بمبادئ وقيم المحاماة والثبات في خصائص الهوية، وإلى النضال صفاً واحداً وراء المؤسسات المهنية وعدم الاستسلام، والفرج قريب بإذن الله. ذلك قدر المحاماة وتلك رسالتها، نابعة من الحركة الوطنية ودفاع المحامين على استقلال البلاد، نابعة من سنوات الجمر والرصاص حين كان المحامين والمحاميات في طليعة المدافعين على حقوق الإنسان وفي طليعة المدافعين على دولة الحق والقانون، وهم من ساهم كذلك في إخراج توصيات هيئات الإنصاف والمصالحة، وكان المحاميات والمحامين في طليعة المدافعين على استقلال القضاء والقضاة حين كان يعجز قاضي عن الحضور في ندوة ذات بعد ثقافي. وسنظل مدافعين على استقلال القضاء، لأننا مؤمنين بأن لا استقلال لرسالة المحاماة بدون استقلال القضاء. زميلاتي زملائي، المرحلة جد دقيقة، والمعركة ليست معركة المحامين وحدهم، وأظن بأن دعوة كل الإطارات السياسية المناضلة وليست الإطارات السياسية المصطنعة، ودعوة الحقوقيين والجمعيات المدنية والإعلام الحر المستقل لهذا اللقاء هو تجسيد على وحدة المعركة، لأن دفاعنا اليوم ليس دفاعا فئويا على المحاماة، هو الدفاع على الوطن من أجل حق المواطنين والمواطنات في الولوج الآمن للعدالة دون أي تمييز على أساس دخلهم أو موقعهم الاجتماعي. زميلاتي الزملائي، قبل يومين تلقى المحامين والمحاميات رسائل نصية مقتضبة ولكنها غاية في الخطورة، ونقول لمن صاغ هذه الرسائل بأن المحامين والمحاميات لن يكونوا أبدا عمالا عندكم أو عند غيركم. المحاماة رسالة مستقلة، ومن لم يفهم الأمر سنفهمه له بمعارك نضالية لا أول لها ولا آخر. لا يمكن أن تدقوا مسامركم في جسم المحاماة لأنها قوية. في الأخير اسمحوا لي كجمعية وطنية للمحامين بالمغرب، ما دام زميلنا الذي يتحمل منصب وزارة العدل يخاطبنا علانية وسرا، أن نقول له أن كل الألقاب تزول إلى لقب المحامي والنقيب، وتأكد بأن حتى إن نفذت كل السياسات الرامية إلى إضعاف المحاماة لا يمكن لك لا أنت ولا غيرك إضعاف المحاماة، وستلفظ وستنتهي صلاحيتك ذات يوم، ولن تجد مقعدا مريحا بين زميلاتك وزملائك، سيصعب عليك أن تنظر في أعين محامي متمرن، فكيف لك أن تنظر في عيون النقباء ورؤساء الجمعية. شكرا لكم زميلاتي زملائي. نقول لمن لا ينظر إلينا بالاحترام والتقدير اللازم، نقول لمن لا ينظر إلينا بعين الاحترام واللازم وفي أي مركز كان، أنه أبى من أبى وشاء من شاء، التاريخ يشهد أننا كنا
ولازلنا وسنبقى رغم أنفهم حماة الحق والقانون، حماة العدالة. ونقول ونذكر بأننا أسياد المساطر بدون منازع، وأسياد القانون، وبت الحياة في النصوص وأحيانا في الضمائر أيضا في أزمنة اليسر وعند الشدائد. نحن هكذا نحن وسنبقى. للأسف وطننا أجمل وأكبر وأعظم من أن يتم اقتحامنا فيه في هذه الظروف الصعبة، في هذه المشاكل. المحاماة ليست مجرد مهنة قانونية كما يريد لنا البعض، وإلا لاحظتم هادشي ليس بجديد، ليس ولد اليوم وقبل اليوم. في الميثاق الوطني لإصلاح المنظومة العدالة كانت المقدمات، وتحدثوا عنا كأننا مجرد مهنة قانونية، واستكثروا علينا كما يستكثرون علينا الآن كلمة محاماة، فوضعونا في صندوق مغلق سأحلل من بعد. نحن لسنا مجرد مهنة قانونية كما يريدوننا البعض ليرهننا في زاوية الضيق والشلل الفكري والحقوقي، ويعزلنا عن محيطنا معذرة سيبوي، ويعزلنا عن محيطنا. هي كذلك، وهي أوسع وأشمل وأرحب من ذلك بكثير. هي في الأصل وفي المبدأ وفي كل مكان فيه حضارة وفكر وثقافة ودولة عريقة، رسالة سامية بمهمات وأدوار حقوقية وإنسانية وأخلاقية، هي التي تعطي للعدالة بهاءها وصفاءها، وتضمن التوازن اللازم والضروري بين سلطات القضاء وحقوق الدفاع كما هي متعارف عليها في الديمقراطيات العريقة. المحاماة حصانة واستقلال ومسؤولية تتجاوز أدوارها الوكالة والتمثيل والمؤازرة باعتبارها بديهيات الممارسة المهنية، لتشمل في عمقها وفلسفتها وقيمها مسؤولية الدود عن الحقوق والحريات والدفاع عن أسس ومرتكزات دولة الحق والقانون، حيث الوطن والمواطن أولى أولوياتنا ومركز همومنا وتفكيرنا وانشغالاتنا، وهذا ما يقض مضجعهم. يريدون تقزيم أدوارنا، يريدون أن نرتكن في أصغر زاوية وأضيق مكان حتى لا تكون لنا كلمة، ونحن الكلمة إن فقدناها متنا. لن نرضى بتقزيم أدوارنا وإلهائنا الممنهج والمقصود بما لا يجدي ولا ينفع الوطن والعدالة في شيء. المؤسف أنه في نفس الدولة بمفهومها العميق والتاريخي والدائم والحاضر كالتمثلات، أصبحنا اليوم نحاكم دون حق في الدفاع من طرف أشخاص ووجوه سياسية هي عارضة على كل حال ودوامها من المحال. نحاكم نقباء ومجالس وهيئات ومحامون، ونشهر بهم في قبة البرلمان بدون تحفظ ولا مراعاة لمشاعرنا
وقداسة مهامنا بالمباشر وأحيانا بالوكالة، وفي أحيان أخرى بالحواشي بالصيغة التي أقحموها في قانون المسطرة المدنية. نحاكم أيضا على صفحات الجرائد، نحاكم على صفحات الجرائد ويقال فينا ما لم يقله مالك في الخمر، ويتم تصويرنا وكأننا نحن أصل كل الأعطاب والمتاعب التي تعتري العدالة. لن نصمت ولن نهادن، لأننا على حق وأن مطالبنا حق. ربما هنالك من لم يستوعب بعد ماذا تعني المحاماة للمحامي والمحامية. الكثير صعب على صناع الريح والمستفيدين من الريح أن يستفهموا ويستوعبوا معنى علاقة المحامي بالمحاماة. صعب أن يفهم الانتهازيون والانتهازيات أن يفهموا معنى علاقة المحامي بالمحاماة. صعب أن تستوعب التفاهة المحاماة. المحاماة أكبر من ذلك، أعطيناها وقادرين على أن نعطيها حياتنا وأن نعطيها كل جهدنا. لا يمكن أن تكون لنا أمانة الوفاء للماضي وهذا الجيل الجميل الذي تمن عليه، هم من أتمنون عليه. ألم يشرعوا أبواب المحاماة لكل الشباب، وأحيانا في هبات لا يمكن أن يتم لعاقل أن يستوعبها. أنا أظن بأن العدد الذي ولج المحاماة في العشر سنوات الأخيرة هو رقم قياسي في العالم، أقولها بكل مصداقية، قياسي في العالم. لن تجدوا بلدا يحترم المحاماة ويحترم العدالة أنه يمكن أن يعطي كل هذا الكم من المحاميات والمحاميين في ظرف وجيز. ولأن المحاماة حيث لا يعرفونها لن يغرقوننا بهؤلاء الشباب، هم أبناؤنا وبناتنا. أخطأوا الطريق سنحتضنهم ونؤطرهم ونزرع فيهم نفس ما ترونه في وفي غيري من النقباء الذين قضوا نحبهم والذين هم والقيادمة وكل النزهاء والشرفاء، هم أبناؤنا وبناتنا. ألا توجد دولة فيها آلاف المحاميين بدون معهد وبدون مدرسة وبدون تكوين؟ في المغرب موجودة، لأن المحامون كبار هيئاتكم ونقباؤكم وتعلمونها جيدا، هم متطوعون ومتطوعات، لكنهم مندمجون وروحهم فداء لهذه المهنة. لكم هؤلاء الشباب بالله عليكم زميلاتي زملائي، من يقرأ قانون المسطرة المدنية هل يفكر في أن هؤلاء المحامين والمحاميات بحال ولاده بحال بنته؟ هل يفكر ويستحضر بأن مستقبل هؤلاء الزميلات والزملاء وحاضر القيادمة أيضا، لأن القابض على الجمر هو النزيه والشريف في هذه المهنة، ولا فرق في المعاناة.
الأمن القضائي والمساواة أمام القانون هي أهم دعائم الإطمئنان أمام العدالة، فلا يستقيم التمييز بين المتقاضين والقول بعد ذلك تشريع أصلح للمواطن. كما أن أي تشريع لا يمكن أن يحقق التوازن والتكامل العائد والمرجو منه بدون نهج المقاربة التشاركية والتشاورية، سواء مع المؤسسات الشريكة أو من خلال المجتمع المدني. المجتمع المدني الذي أريد له بدوره تقييده في مشروع قانون مسطرة الجنائي المرتقب، تقييده في الترافع وفي الترافع الاستراتيجي لصالح المواطن ولصالح المواطن. فما فائدة وجود جمعيات المجتمع المدني إن لم تتبع وتعاين وترصد شوائب المجتمع؟ وما فائدة وجودها إن لم تكن لها المكنة الترافع أمام المؤسسات القضائية؟ وما فائدة إعطائها الأهمية والتأكيد على دورها في دستور المملكة إن لم تطرق باب القضاء عند الضرورة؟ التشاور والتشارك من المبادئ السامية في دستور المملكة، وقبل دستور المملكة في ديننا الحنيف قال تعالى: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين، سورة آل عمران. فلترسيخ هذين المبدأين تم تأسيس العديد من المؤسسات الدستورية، كمؤسسة الوسيط، المحكمة الدستورية، المجالس الاستشارية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وبالمناسبة السيد نقيب رويبح، كذلك هذا المجلس صدر تقريرا مؤخرا في مشروع الإضراب، وكان تقريرا رصد فيه الإخلالات الحقوقية والمبادئ الدستورية. وأنا أرى إلى جانب المجلس الوطني لحقوق الإنسان المجلس الأكثر تخصصا في إعطاء استشاراته وتوصياته بقانون مسطرة المدنية، عوض مجلس المنافسة الذي له بعد تجاري كما قال السيد نقيب رويبح، يحكم مبدأ العرض والطلب ولا مجال لإسقاط توصياته على قانون مسطرة المدنية حسب رغبة المسؤول الحكومي. وقبل هذه المؤسسات التشاور مع المهنيين والمختصين والمتخصصين الذين ينشطون في المجال المراد تشريع له، فالتشاور والتشارك بهذا المنطق هو أمر حتمي وليس مناً أو تفضلاً، بل ضرورة لتعزيز المسار الديمقراطي للمملكة. فالتعالي والأنانية في التشريع لا يمكن أن ينتج قاعدة قانونية سليمة. بغض النظر عن الجدال الذي خلقه قانون المسطرة المدنية، لاحظنا مؤخرا العديد من القوانين والقوانين التنظيمية التي تم إسقاطها بشكل فوقي قانون أو النظام الأساسي لرجال ونساء التعليم. النتيجة ماذا كانت؟ كانت تعطيل مؤسساتنا التعليمية لشهور ولشهور. ولولا لطف الله والركون الحكومة إلى التشاور في آخر المطاف لكانت ضاعت سنة بيضاء من أبنائنا. التعنت في التشاور والتشاور هو ما يطبع العلاقة الحكومة والجهاز المعني بكلية الطب. لحد الآن سنة ضاعت من عمر أطباء المستقبل. انعدام التشاور والتعالي هو ما شل محاكم المملكة لوقت غير وجيز بسبب إضراب رجال ونساء كتاب الضبط. التشاور وانعدام التشاور والتكامل والتشارك هو ما طبع إخراج قانون أو مشروع قانون دمج صندوقين احتياطيين اجتماعيين اللي هما لسينيسيس أوكنوبس والاتحاد العام للشغل، أصدر مؤخرا بلاغ بل يؤكد أنه لم يتم التشاور معه، وهناك عدم التزام الحكومة بمبدأ الحوار الاجتماعي. قلت سيد الرئيس قبل هذه المؤسسات الدستورية التشاور مع المهنيين المختصين والمتخصصين. إدانة شعبية قوانين المهزلة، وإدانة شعبية قوانين المهزلة. أقول وأعيد أن التشاور والتشارك من المبادئ الدستورية التي دأب عليها أعلى هرم في البلاد ملك البلاد منذ توليه الحكم، ركن إلى مبدأ التشاور والتشارك، وهذا ما قام به في تعديل مدونة الأسرة في 2004، وبعد 20 سنة نجده يركن إلى نفس المبدأ في تعديل المرتقب لمدونة الأسرة، وخصص لذلك لجنة مشتركة تضم المتخصصين في هذا المجال. للأسف تم يعني إقصاء شريك أساسي اللي هو جمعية هيئات المحامين للمغرب في هذا المقتضى. وأقول
أن التشارك والتشاور ركن إليه ملك البلاد، وكانت في اللجنة التي تم تخصيص أنها تنظر في هذه التعديلات وزير العدل كان في هذه اللجنة واستمع هو بدوره لما يفوق 4000 جمعية مدنية من المجتمع المدني في المغرب، وأبى أن لا يركن إلى نفس المبدأ في قانون المسطرة المدنية، وغلب منطق أو التجأ إلى منطق الأغلبية لقانون عمر لأكثر من 50 سنة، خلف وراءه رصيد فقهي وقضائي يصعب التراكم مثله ولو بعد قرن لركاكة النص. التشاور والتشارك هو تعزيز لشعور الثقة بين المواطنين، تشييع المحبة والألفة في المجتمع، يمنع احتكار الرأي، يعمق مفهوم المساواة بين الناس والمساواة بين الجنسين قولا وفعلا وتشريعا. وعلى ذكر المساواة، فرغم أن دستور المملكة أقر المساواة في الفصل 19 منه بين الجنسين لأزيد من 12 سنة، إلا أن التشريعات والقوانين التنظيمية لوطننا الحبيب لا زالت بعيدة كل البعد عن ملائمة قوانينها مع مبادئ الدستور وخاصة الفصل 19 منه. وهي مناسبة أستغلها ويستغلها منتدى المحامية المغربية، وأتوجه إليكم سادتي النقباء زملائي الكرام أن تبادروا إلى ملائمة قناعاتكم وقوانينكم الداخلية مع مقتضيات المادة 19 من الدستور، حتى لا نلوم المشرع بقناعة لا نؤمن بها. شكرا لكم.